السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيسرينا شانيل. كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله اختاريت نحضر لكم هاد لونطخومي ولا هاد الكاتو كلاسي ولا سميوه اللي بغيت تسموه حلوة لاكريم ديالتنا حنا اللي كنقولوا حلوة لاكريم رائعة. وهانتوما كيف ما كتشوفوها وما تخافوش من المنظر بتاتا، ما وعلاش من اول مره. واخا اول مره تقادي الكيك غتصدق لك ان شاء الله، وكان وعدك فقط تبعي المراحل اللي درت واكيد ان شاء الله غادي تنجح ليك. تحضريها لعيد الميلاد ولا في اي حفله في اي مناسبه فهي غادي تحمر لك الوجه ان شاء الله كيف ما كتشوفي. ف شنقول لك، المنظر ديالها راقي ورائع احسن من اللي كتشرح حتى من باتيسريات، وبدون فرن وغير في المقلاة وبدون بسكويت اكواز ولا جينواز. غادي تحضريها ان شاء الله، فقط تبعي المراحل. انتما كيف ما كتشوفوها ناجحة 100%. وما نعاودش لكم على اللذة، اكيد راها الجيدة، راه باينة غير من الشكل ديالها، راها الجيدة بزاف، ما تقنعوش منها. وغادي تعتمديها ان شاء الله في المناسبات الكبرى ديالك. وكيف العادة انا راه كنت بغيت نذوق، ولكن داك المرسو كامل ذقته الحمد لله كيف العادة. فندوزو للمقادير وطريقة التحضير، نتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله. فاول حاجه نحضرو هي بديل الجينواز، عوض ما نديرو الجينواز في الفران فاحنا غادي نحضروه في المقلاه ان شاء الله. فكنحتاجو بيضه وحده، وكنحتاجو 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده وشويه الملح ولافاني، ساشيت لافاني اللي فيها 8 غرام او 7.5 غرام، او معلقه من الفاني السائله الا كانت عندكم. كنذكر بيضة واحدة و3 المعالق كبار ديال السكر وشوية الملح، قبصة الملح ولافاني، وكنضربو بيدينا بحال هكذا حتى كيبيض لنا داك الخليط جيدا. فكنتمنى اللي ما مشتركش معنا واللي كيلقانا اول مره يشترك معنا باش ان شاء الله ينضم للعائله ويفعل زر الجرس باش يوصلو كل جديد. هنا كنضيفو 2 معالق كبار ديال الزيت من بعد ما كيولي لنا الخليط بيض، 2 معالق كبار ديال الزيت و4 المعالق كبار ديال الحليب كيف ما كتشوفوا. كنخلطو ومن بعد عاد كنزيدو الدقيق هنا، زدنا معلقة ديال الخل غير باش تجي لينا مفشفشة شوية، معلقة صغيرة ديال الخل. وعاد كنزيدو النواشف، هنا كنضيفو 3 المعالق كبار ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الكيميائية. واكيد كنغربلو هاد النواشف ضروري ديما، لا بغينا نديرو في الكيك ولا بغينا ضروري نغربلو النواشف باش ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات باينين في الخليط. صافي كنخلطو وكندهنو المقلاة ديالنا اللي اكيد ما كتلصقش، كندهنها بالزبده. واخا ما كتلصقش فباش نطمئن ضروري ندهنها بالزبده باش ما يطراوش لكم المفاجآت اللهم الاحتياط. وكندهن حتى الغطاء ديال اللي غنغطي به المقلاة، كندهنو من الجوانب
باش الا قاسو هكذا الخليط ما يلصقش صافي. وكنفرغ الخليط ديالي في المقلاة، انتما ليكم الاختيار، اللي بغيتو تحضروا الجينواز تقدروا تحضروه ماشي مشكل. المهم انا الناس اللي ما عندهمش الفران فاكيد حتى هما يقدروا يحضروا هاد الحلوات لا كريم ولا هاد الكاطو غلاسي صافي. وكنديروه فوق نار مهيله بزاف، ونقدر ندير حتى تحت منه شي مقلاة اخرى اللي تقيله ولا شي حديده اللي كنديرو تحت الطاجين. انا هنا درت حديده اللي كندير للطاجين كيف ما كتشوفوا، ودرتها غير باش تطيب على خاطرها ما تحرقش ما تخطفش. وكنحضر العافيه بزاف وكنخليها تطيب على خاطرها تا كنشم الريحه ديالها ونشوفها نشفت شويه من الفوق. هيا كيف ما كتشوفوها دابا هانتوما، كنحاول نزولها من الجوانب صافي. وكنقلبها باش تنشف لي شويه من الفوق، هي راها طيبه غير تنقلبها باش تنشف شي شانقول لك راه ما كملاش دقيقه صافي. وحيدتها صافي، هي واجده عندنا كيف ما كتشوفوا. هذا هو السمك ديالها هكذا نيت بغيناه. هنا كنحضروا طبقه المقرمشه، الطبقه اللي مقرمشه انا هنا حطيت بلا من اللي ما عندهاش الفيوتين دير هاد البسكويت ديال السيجار اللي كاين في محلات التجاري كيف ما كتعرفوا، راه كيدير غير درهم. كتحضر الكميه اللي على حسب المول وعلى حسب القياس اللي درتي في ديال الكيك. هنا كنزيدو زوج معالق كبار ديال البراليني وزوج معالق كبار ديال الشوكولات القابل للدهن، ماشي الشوكولات العادية البنات، ما تخلطوش الشوكولات العادي حيت راه الا درتوه غادي تقسح لكم هذيك الطبقة، وفاش غادي تجيو الكاطو تقطعوه ما غادي تقطعش لكم، وغادي تخسر لكم كل شيء المحين ديالكم غادي تضرب في الزيرو. ما ديروش الشوكولات دايب، ديروا الشوكولات اللي كتاكلوه اللي كديروه في الخبز لوليداتكم صافي. هنا انا زدت هنا الفيوتين، تقدروا ما تزيدوش الفيوتين، انا كان عندي زدت جوج معالق كبار الفيوتين صافي. هنا كنعبر بالاطار، كنعبر الكيكه ديالي ولا بديل الجينواز اللي عندي كنعبرها باش ندير ديك الطبقه المقرمشه قدها نيت باش تجي فوقها قد قد. وانتم تقدروا ديروا نيشان فوق منها الا ما عندكمش الاطار، ماشي ضروري تاني الاطار، المهم الاطار انا عندي غير باش يسهل عليا وصافي. انتوما تقدروا تخبزوه داك الطبقه فوق من الجينواز او بديل الجينواز. انتوما كما كتشوفوا انا جبت الكيكه ديالنا وحطيناها فوق هذيك الطبقه المقرمشه، وكندخلو من المجمد بين ما نوجدو الكريمه ديالنا. هنا باش نحضروا لاموس كيخصنا 8 غرام ديال الجيلاتين. هنا عندي 3 ديال الورقات، غنستعمل 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين او 8 غرام ديال الجيلاتين. اكيد جيلاتين حلال كنديروها في الماء بارد شي كاس هكا غارق باش نتاكدوا واش الجيلاتين كله قيسوا الماء. هنا عندنا نص كاس ديال الحليب حتى هو كنديرو فوق البوطه باش يفيض. هنا عندنا اللاموس ديالنا كنديرها في المجمد هي والاناء فاش غادي نضرب. هنا انا كنفضل ديما كندير لاموس، عندكم كريمه سائله عندكم الشونتيي اللي بغيتو. وهنا عندي جوج كيسان لارب ديال الحليب كانوا تا هما في المجمد راكم شفتوهم قرب يتجمدوا باردين، كلشي بارد، الاناء اللاموس الحليب. الحليب عندي جوج كيسان لارب كنضربوهم نص تضريبه، يعني ما غاديش تما نخليوش تتجمد لينا ديك الكريمه وطلع لينا نص طلعه الكريمه فقط. هنا من بعد ما فاض لينا داك الحليب كنزيدو هاد الشوكولات اللي فيه 55 غرام 55% ديال الكاكاو، شوكولاته سوداء هذا زوين 180 غرام، راه هذيك الباكيه اللي كتبان لكم راه فيها 180 غرام قد قد. كنضيفها كلها وكنخلط، وكنزيد هذاك الجيلاتين كنعصرو مزيان من الماء، وكنزيدو ما حد هذاك الحليب والشوكولات سخان باش يذوب لينا داك الجيلاتين، وكنخلط حتى كيذوبو مزيان.
صافي، وكنضيفوهم الكريمه ديالنا اللي طلعناها نص طليعه كما قلت لكم، ما طلعوهاش حتى كتجمد لينا الكريمه. هذاك كنتسنى شويه يبرد داك الشكلاط، عاوتاني راه ما كنديروش طايب فوق الكريمه باش ما تهودش لنا وتذوب، كنتسنى تيدفى عاد كنبدا نضيف الشكلاط وندور بحال هكذا كما كتشوفوا باش ما نطيحش هذيك الكريمه. ندور بشكل دائري ونخلط حتى كنكمل داك الشوكولات كله اللي عندي. عرفتي ما نعاود لكم على مذاق هاد الكريمه كي كتجي، راه تاكلوها هكذاك بلا ما تحطوها فوق الكيك، والله لا خطيره. هانتوما غتشوفوا هذا هو القوام اللي بغيت انا، هذا هو القوام اللي خص يكون عندها، ما طلعش الكريمه كلها جامده. هانتوما هذا هو القوام ديالها، رائعه هاد لاموس. من بعد ما حضرنا لاموس، دابا نوجد هاد المول، درت فيه الورق بلاستيكي ديال المطبخ، بلاستيك الغذائي، درتو في التحت. وانا بحال غندير هاد الكيك بالمقلوب، بحال غادي ندير هاد الكاطو غلاسي بالمقلوب باش تجي لينا مساميه ديك الطبقه الفوقانيه، باش ملي نديرو فوقها الكلاصاج يبان زوين. انا غنسبق الكريمه هي لتحت، داكشي علاش درت السلوفان لتحت، شفتو درتو لتحت. وغادي ناخد ديك الكريمه وغادي نديرها بحال غندير هذاك الشيء بالمقلوب. نتوما بغيتو ديروا العكس ديروه، بغيتو ديروا الجينواز لتحت والطبقه المقرمشه الثانيه وعاد حطوا الكريمه فوق منها، لكم الاختيار، ماشي مشكل. انا غير باش تجيني مساميه درت بحال هكذا. ونحاول ندوز الكريمه باش ما نخليش الهواء لداخل، نحاول ما امكن ما نخليش فقاعات الهواء لداخل، تكون عندي طبقه ملساء حيت هذه هي اللي غادي تكون عندي في الفوق. صافي، وكنضيف الكريمه حتى من الجوانب، كندير الكريمه من الجوانب باش نتاكد باش نتاكد بانه غيجينا السطح مزيان وملس، باش منين يدير هذاك الكلاصاج يبان زوين. شفتو كندير الكريمه حتى في الجوانب. صافي، وكنضيف الكريمه كلها اللي عندي. صافي، كنساميها مزيان وكندير فوق منها هذيك الطبقه المقرمشه مع البديل الجينواز، كنديرهم. هي هذه شي بعد ما درتها في المجمد، راه بعدا تحكمات في راسها، بعدا منين بغيت نحطها فوق الكريمه دغيا تحطات لي، ما لقيتش مشكل. دابا راه هذه هي الطبقه اللي غتكون في التحت اللي كتبان لكم دابا. صافي، دابا غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للمجمد ليله كامله، عاد غادي نتلاقاو باش نحضروا لها الكلاصاج والتزيين ديالها. انا بيتها الليل كامل، نتلاقاو بعد الفاصل باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. باش نحضروا الكلاصاج، انا هنايا عبرت كاع المقادير اللي خصوني وبكاس العنبه باش تشوفوهم على عينيكم. هنا سنيده غتخصني 100 غرام ديال السكر سنيده، هانتوما غادي تشوفوا شحال في كاس العنبه، راه بحال اللي قلتو كاس لارب تقريبا او فايت النص شويه. هانتوما هي 100 غرام، شفتوها شحال فيها، 100 غرام ديال السكر سنيده. الكاكاو غادي نحتاجو 60 غرام، هانتوما 60 غرام غتبان لكم شحال معلقه، ها زوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه. شفتو تقريبا تقريبا 5 المعالق كبار، ها هي 60 غرام ديال الكاكاو. لا كريم فريش تقريبا نص كاس، عندي 100 غرام. انا كنشري غير هذيك ديال بيما البنات، راها رخيصه كدير 7 دراهم، لا غلا على مسكين 200 غرام. انا درت نصها هنا وشاط ليا نصها، انا ديما لا كريم فريش كنشري ديال بيم.
هي مسوسه بالحق الصراحه، المالح والحلو. هنا عندي 3 الورقات ديال الجيلاتين، ولا دير ولا 10 غرام ديال الجيلاتين ولا 8 غرام، المهم 3 الورقات ديال الجيلاتين كنديرهم في الماء البارد في كاس غارق كيف العاده باش يتغطاو كاملين دوك الوريقات، كنديرهم هما الاولين باش يرطابوا ليا صافي. وكان دوك المقادير اللي عبرنا، كنديرو كاس تاع الماء ديال العنبه، كنضيفو ليه السكر سنيده اللي عبرنا فيها 100 غرام او كاس لارب او شويه فيه النص، كنضيفو لا كريم فخيش 100 غرام او نص كاس ديال الكريمه سائله، كنخلطو شويه هاد المكونات باش يدوب لنا شويه ديك السنيده، وكنرضوهم فوق النار، كنديروهم فوق النار حتى كيدفاو هاد العناصر، حتى كيدفاو عاد كنزيدهم الكاكاو. تبعوا معايا مزيان، تيندمجوا هاد العناصر وكيدفاو فوق النار، غير كيدفاو ماشي تيطيبو، وتنزيدو الكاكاو. ها هو الكاكاو غادي نضيفوه، ونحركو حتى يندمج هاد الخليط. هنا رانا مهيله كما كتشوفوا، غير يندمج لينا هاد الخليط وداك الكاكاو نحسو بيه صافي، يندمج مع المكونات الاخرى، نجهدو العافيه. شتو هان هنايا جهدت العافيه صافي، وغنبدا نخلط حتى كيفيض لينا هذاك الخليط. بغيتو تستعملوه هنايا داك المقياس الحراره، بغيتو تستعملوه استعملوه هنايا، بغيتو تستعملوه راه خاصها توصل درجه 103 درجه، 103 درجه هو الحد الاقصى ديال باش يفيض لينا هذا الخليط الكلاصاج اللي غادي ديروه فوق الكيك. ما تستعملوش نتوما كاع هاد المقياس، غير يفيض 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 لهاد المكونات يفيضوا، وخليهم تقريبا شي شغنقول لك شي 3 دقائق ولا ما كاملاش، نبقى نخلط 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 صافي، غيبان لكم شويه بحال بدا كيعقد ولا بحال بدا كيتقال. هذا كان اللي قيست بيه، واخا هكاك راه خاسر ما عطانيش القياس اكزاكت، درت انا عيني ميزاني صافي، غير شويه شتو داك الخليط شويه تقال ليا صافي، كنحيدو من فوق النار وكنزيد ليه الجيلاتين ما حدو سخون باش يدوب لينا داك الجيلاتين. هنايا بغيت نطحنو بالميكسور، بغيتو نتوما غير تصفيوه صفيوه فقط، انا هنا طحنتو بالميكسور باش نتاكد باش تعطيني ديك الطبقه ليس، وتعطيني تبان لي يعطيني الكلاصاج يبان عندي ناجح. انايا هنا طحنتو بالميكسور، نتوما بغيتو غير تصفيوه صفيوه. هنا جبدنا هذا، جبدنا الكيك ديالنا من المجمد بعد ليله كامله صافي، وكنسخنو غير شويه بيديه من الجناب صافي، وكنحيد الاطار، وكتقدروا تقادوه نتوما، قادو الا بانوا لكم جوانب ماشي هما هادوك قادوهم. هنا كنصفيو الكلاصاج ديالنا ديال الشكلاط، كنصفيوه باش نتاكدوا واش ما بقاوش فيه حتى شي حبيبات، حيت غادي يبانوا لينا فوق الكيك الا درناه. هنا كتحطوه فوق شي حاجه باش تخو هذاك الكلاصاج وصافي، وكنخويوه فوق الكيك ديالنا، كنسبق الجوانب باش نتاكد واش الجوانب كلهم تغطاو، عاد كندير الفوق. وكديروا هاد الكلاصاج، كنأكد كديروا هاد الكلاصاج والكيك ديالكم يلاه خرجتوه من المجمد باش يلصق لكم هذاك الكلاصاج، ما تخرجوش الكيك وتسناو شحال عاد تخويو عليه هذا الكلاصاج. حتى كتبغيو تخويو الكلاصاج عاد كتجبدوا الكيك ديالنا من المجمد. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه مرايه ناجح 100%، راه يدي كيبانو، وتا ولدي ها هو كيقول لكم باي باي كيبان، يعني راه الكلاصاج ناجح 100%. فتبعوا فقط المراحل.
كيجي زوين بزاف، وكطلع كطلع الجاتو كلاصي كيطلع خطير والمنظر راقي جدا. يعني من اول مره انا كنأكد لكم جربوه وجاوبوني من اول مره، واخا ما عمركم درتو الكيك غيصدق معاكم الا تبعتوا هذه المراحل. اكيد هنا دوك القطرات اللي كيبقاو كنجمعوهم هكا، وكتديروا البلايص اللي بانوا لكم معمرين شو تقدروا تزيدوا فيهم الكلاصاج. هنا كناخد هذاك الفيرميسيل، شوكولا فيرميسيل، كندير ليه الملمع، الملمع اللون اللي بغيتو، بغيتو ذهبي بغيتو فضي، هنا درت انا داك الذهبي صافي. وكناخد هذاك الشوكولا فيرميسيل وكنديرو في الجوانب. هنا راه كنت كنسحاب لي، صورت فاش درت انايا الشوكولا فيغميسيل، كانت صحابي كنصور حتى لقيت راسي ما تصورش، وعاودت لكم هذه اللقطه باش تشوفوا. كنهزها بيديا وكنبقى نحط الشوكولا فيغميسيل في الجوانب، وانتم راه التزيين كيبقى لكم الاختيار، كل واحد غيزينها بالشكل اللي بغا صافي. وتنحطها في طبق التزيين وفي الطبق النهائي اللي بغيتو تبريزونطيوها فيه. على المذاق بلا ما نقول لكم المذاق، زعما شان نقول لكم جات خطيرة في المذاق والله، راه اللي كلاها تيقول زعما المحترفات اللي قدوها ولا كتجي ناجحة 100%، وحسن كاع من ديال الباتيسريات زعما. انا تنشكر لكم راسي. المهم جربوا وحكموا. هنا تزيين كندير هاد الشوكولات فوق هاد الورق المطبخ، ورق الطبخ بابي سيفريزي، كندير شويه الشوكولات وكندخلو المجمد. وهنا عندي هاد راكم عارفين هاد الزواقات اللي كديروا فيهم الشوكولا وكتدخلو المجمد كي ياخدوا الشكل اللي بغيتو، راهم كيتباعوا في المحلات التجارية وفي المحلات ديال بيع لوازم الحلويات. هنا اختاريت ندير هاد الشكل. هنا بعد ما جمدوا ها هما كي كيجيو صافي، كنضيف لهم شويه د الملمع بالشيتا، هذيك الشيتا راه خاصه بالكوزينه ماشي ديال الصباغه. وحتى هادو بعد ما بردوا بعد ما تجمدوا حتى هما كنديروا لهم الملمع، نفس الملمع اللي درنا في الشوكولا في غميسيل. صافي وهنايا خرجناه من الثلاجه، حيت حطيتها في الثلاجه بين ما نوجد هذا الشيء بين ما نوجد الشوكولا اللي باش نزوق، درتها في الثلاجه. هنا هذا الطابع كنحطو في الملمع وكنحطو بحال هكذا، ما اكيد ما غاديش تحطو غير بشويه فوق فوق الكلاصاج باش ما تخسروش الشكل ديالو. صافي ضفت هذه الكرات ديال الشوكولا، وان شاء الله كنتمنى تعجبكم هاد لا فيديو، كنتمنى تعجبكم الوصفه، وكنتمنى اكثر انكم تجربوها. وانا كنأكد لكم انها غتنجح معاكم، وغادي تصدموا وغادي غتفاجئيهم وغتفاجئي عائلتك وصحابك وحبابك بهاد الكاطو كلاسي، ما غيصدقوش واش انتي اللي درتيه في الدار، راه كيجي راقي وكيجي المذاق اروع. كنتمنى تلايكي وتلايكي 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 والفيديو، وتبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم وعائلتكم، واللي ما مشتركش معنا يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلو كل جديد. واللي عندكم شي سؤال خليو ليه في التعليقات، والمقادير دائما غتلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعة والله البنات. يعني تقدروا تحضروها في جميع المناسبات، في اعياد الميلاد ولا في مناسبة رأس السنة اللي ماجية، فما غاديش تندموا الى حضرتوه. الا كان عندكم شي سؤال ما ترددوش خليه لي في التعليقات، فغادي نجاوبكم ان شاء الله بإذن الله. وخا تخليوها شويه حتى تطلق،
عادت تقسموها. انا هنا شويه واخا هكاك زربت عليها ما خليتهاش تلقات، باقا شويه شاده حيت ملي خرجتها من المجمد خدمتها ديريكت وقطعتها لكم، ما كانش عندي الوقت. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. استودعتكم الله، الى اللقاء اخواتي، مع السلامه.